اعتقد يعني سألك يعني طمن الجمهور انه صاروا على يسارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. يعني انا اصابت يعني بالتحسس وبعدها مشيت البرنامج جنبي حطه للدكتور والحمد لله. يعني حتى الان يعني قطعت يعني تقريبا 50% يعني من التاهيل، ويعني الجزء الاخير اللي هي ان شاء الله المعسكر راح. يعني ان شاء الله اكون بعد المعسكر اقصد جاهز اني ادخل التمارين وشارك في المباريات. كيف شفت بدايه التمارين؟ والله بصراحه شفت بشر يعني كالعاده يعني التمارين يعني جمهورنا يعني هو اللي يخلي يزيد الحلاوه يعني الحضور يعني كان كل شهر يعني الحضور كان يعني هذا تمرين يعني بالعكس وبعيدا عن الحضور يعني حتى الوحدات كانت جيده مش كيف الجمهور المصري مع بداية السنة؟ والله شوف يعني أنا ما أبي أقول يعني إن شاء الله إن كلاعب إن شاء الله إن راح نقدم شيء للجمهور يعني أنا ما أبغى أقول شيء بس إن شاء الله إن هذا الموسم راح يكون موسم استثنائي.